برنامج المواجهة هو برنامج غير عن باقي البرامج. احترام رأيه عالي وراسي، بس يعني أنا شايف حالك أنت كويس. تجي إيش صار معك؟ أنت بعرف نظرك قوي. إيش في؟ هاي المواجهة، هاي برنامج تتقبل كل إشي. أنت وعدتيني ما تزعلي. أنا بحكي باسم الجمهور، ما بقدر أحكي باسم الجمهور. جيك بأي كلام كمكتوب من. تقلت لي كوني صادقة. كملك يا خليك عند كلامك. جاوب. في ناس كانوا، في كان جمهور، في كان عالم. أنا يعني. أمل بك. ضيف الحلقة لهذا الأسبوع مدير قناة كراميش الأستاذ وسيم عواد. شاركنا في إعداد الحلقة ووجه سؤالك للضيف. للمشاركة أرسل كلمة مواجهة ثم مشاركتك إلى الأرقام التالية